كلمك تاني؟ امال انا جايه لك في نصاص الليالي ليه؟ والنبي صحيح يا بت، فضل قاعد قدام الباب مش عايز يتحرك. اقول له عيبك ده، ما يصحش الناس تقول علينا ايه؟ يقول لي لا مش همشي الا لما اطمن واعرف رايها ايه. لا 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 ما يصحش، مش وقته خالص الكلام ده. عبد الله الله يرحمه ما فاتش على موته كتير. اباي الحياه ابقى من ميت. لا برضك ما يصحش، هروح اقول له لعبد الحكيم اقول له اني عايزه اتجوز. يعيب الشوم. انا قلت لك تعملي كده ولا تقولي سي عبد الحكيم على حاجه؟ انا بس عايزه الراجل يطمن يعرف انك موافقه وانه بقى في العين والنني. عين ايه والنني ايه؟ ده انا ما شفتوش الا مره واحده. يا سلام اخليكي تشوفي لو عاوزه. لا مش للدرجه دي. بصي يا ست فوزيه، الراجل من دول ما يحبش الواحده اللي تكرفه ولا تطنشه، يحب لما يقدم خطوه هي كمان تقدم خطوتين. انت اتجننتي يا ولية انت ولا ايه؟ يعني ايه اقدم خطوه؟ اعمل ايه يعني؟ اروح اقول له تعالى اتجوزني بالعافيه؟ فشر. مش قصدي، انا عايزاكي تفتحي الباب تورفيه شويه، خليه يحس ان الموضوع بقى في راسك. هو من جهه ان الموضوع في راسي، هو في راسي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليكي، المرايه هتاكل منك حته. ايه ده؟ ايه جمالك ده؟ الله اكبر الله اكبر. اقول لك على حاجه يا بت؟ قولي. ما تقوليش لحد. لا مش هقول. انا جالي عريس تاني. عريس تاني؟